موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لصدى البلد أن أي قرار يتضمن توقف الدراسة في مصر هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم. وأوضح المصدر أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات بشأن توقف الدراسة في مصر. توفي اليوم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. ونعى النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى المغفور له المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وقال أبو العنين إن القضاء المصري فقد رجلاً عظيماً بسيرته وتاريخه الوطني المشرف، له من الإسهامات الوطنية العديد من الإنجازات والمواقف التي حافظت على الاستحقاقات الدستورية والنظام الديمقراطي. وتقدم أبو العنين بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. أكدت دار الإفتاء أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرته الشريعة الإسلامية منذ 14 قرناً، مشددة على أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها هو اعتداء على ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع تل أبيب، مضيفاً أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين. وكانت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب قد تدهورت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز إسرائيلية في عام 2010. وإلى أخبار الرياضة، حيث تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ضمن تشكيلة صحيفة ميرور البريطانية المثالية للدوري الإنجليزي لعام 2020. وتغزلت الصحيفة البريطانية في محمد صلاح حيث قالت إنه نادرا ما يوجد لاعب كرة قدم يجمع بين الموهبة والسعادة في نفس الوقت. أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا حسب ما أعلنت صديقتها الفنانة إلهام شاهين. ويتمنى موقع صدى البلد الشفاء العاجل للمخرجة الكبيرة وعودتها لجمهورها في أقرب وقت. ختام الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد.